أنا البطل ابن الشهيد محمد علي زين البستكي. علمني أبوي إخلاص في العمل، إن شاء الله أغواص مسيرته وأكون بطل مثله، أرفع علم بلادي. مبارك شيوخنا باستشهاد الوالد. أنا فخورة باستشهاد أبوي لأنه كان يحب الخير وكان يحب يخدم بلده. معك سلطان عبد الحميد الحمادي والد الشهيد، ما قصر في حد، ريال راعي واجب وخدوم وطيب والحمد لله، وراح هو يسوي عمل خير، رايح مسكين يفتتح دار أيتام وجامع الأيتام وحصل اللي حصل يعني، والحمد لله وأنا افتخر فيه ونعم في الوالد. وعندي طلب واحد بس، أهم شيء إن المشروع اللي كان يشتغل فيه أبوي إنه يخلص، والحمد لله البلاد فيها ريايل ونعم فيهم. أنا خليفة ولد الشهيد عبد الله محمد الكعبي، الله يرحم شهداء الوطن كلهم.